معاناة تونس لمدة عقود من الدكتاتورية اللي ترسخت بسبب عدم انعدام التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وانعدام الرقابة بيناتهم نظرا لإمساك شخص واحد لكل هالسلطات بشكل نظام رئاسي. وقام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بضمان التوازن بين هالسلطات من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يغلق الباب أمام أي محاولات فردية للتغول، غير أنه ما تم التنصيص عليه في هالدستور بخصوص تنظيم السلطات كان ينقص الوضوح لدرجة عدم قدرة بعض الخبراء على تحديد نوع نظام الحكم في تونس، هل هو رئاسي أم برلماني أم هو نظام مزدوج. فالنظام الرئاسي مثلا يتميز بالفصل التام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وفي هذا النظام رئيس الدولة هو أيضا رئيس الحكومة اللي تتكون من أشخاص يملك هو صلاحية تعيينهم أو إقالتهم. وانتخاب رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي يتم وجوبا من طرف الشعب كيف ما ليه صلاحية عليا في الجيش وفي الدبلوماسية، وما يمكنش الرئيس الجمهورية التدخل في مهام السلطة التشريعية، فمجلس النواب هو اللي يتولى سن القوانين واقتراحها ومناقشتها دون الرجوع للسلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية ما عندوش الحق في اقتراح القوانين. كما أنه نظام الرئيس يقوم على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية والفصل وضمان التوازن بين السلطات هو مكفول بالدستور والقوانين، وين ما يمكنش الرئيس الدولة حل البرلمان وما يمكنوش إجبار رئيس الجمهورية على الاستقالة أو إقالته من قبل البرلمان. النظام البرلماني يعتبر من أعرق الأنظمة، ومن أهم مميزاته الدور الشرفي رئيس الدولة وين تتقلص صلاحياته باش تصبح رمزية، كما أنه ما يملك شرعية انتخابية نظراً لأنه الانتخاب وما يكونش مباشر من الشعب. والمسير الفعلي للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني هو رئيس الحكومة بما أنه يمثل الأغلبية داخل البرلمان وهو مسؤول أمامه ويعين من طرف الأغلبية البرلمانية. كما للبرلمان صلاحية سحب الثقة من الحكومة اللي بإمكانها المشاركة في العملية التشريعية بما يمنحه لها الدستور من حق اقتراح القوانين والمصادقة عليها، وتكون بين السلطة التشريعية والتنفيذية رقابة متبادلة تتمثل في حق المجلس النيابي في حال الحكومة وحق الحكومة في حال البرلمان. أما النظام المزدوج فهو يمزج بين النظام الرئاسي والبرلمان ويشترك فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تسيير شؤون الدولة، وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آخر. ويختلف النظام المزدوج عن النظام البرلماني في أنه رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب، ويختلف عن النظام الرئاسي في كونه رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويمكن للبرلمان محاسبته وعزله إذا أراد. ومن أمثلة النظام المختلط النظام الفرنسي والبرتغالي.